العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تعهد في هذه الآية الكريمة أن يحفظ الوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. وسنرى اليوم إن شاء الله كيف تم حفظ القرآن الكريم منذ نزوله إلى يومنا. كيف تم حفظ القرآن الكريم؟ ويقول الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم من الله عز وجل بواسطة جبريل. وهذه الآية كذلك تنطبق على كل واحد يتلقى القرآن من الله عز وجل بواسطة الإسناد المؤدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعز وجل يقول: إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، بواسطة جبريل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبواسطة هذا الإسناد الذي أوصل إلينا رواية من الروايات أو أكثر. إذن هذا الإسناد يوصلنا بالله عز وجل. ولذلك قال الإمام الجزري، ومن لم يصحح القرآن آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم لأنه به إله وأنزل، وهكذا منه إلينا وصل. إذا القرآن وصل إلينا بالإسناد المتصل، والحمد لله على هذه النعمة. وهذا كما ذكرت لكم تطبيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. سنرى الآن كيف وصل إلينا القرآن الكريم ولم يتغير منه حرف، بل لم يتغير منه شيء من صفة من صفات الحروف. لم هكذا يقرأ، والما ننطق به اليوم ما هو الذي نزل به القرآن الكريم، يعني بكل الحروف: الحاء حاء، والخاء خاء، والدال دال، والذال ذال، وهكذا في كل الحروف التي نزل بها القرآن الكريم. Rivez le Coran et il a promis qu'il va le protéger. Maintenant, on va voir comment Allah a protégé le Coran, comment le Coran est transmis de la révélation jusqu'à aujourd'hui. Nabda, Inch'Allah, ou hadi ni'matun azima, ou la hadi l'amr fi ghayr al-Quran, kitab al-wahid, alladhi yutla. بالإسناد المتصل إلى المولى سبحانه وتعالى من غير تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. نبدأ بتعريف القرآن الكريم ومعنى التواتر قبل أن نتحدث عن وصول القرآن الكريم إلينا. لابد أن نعرف ما ذكر العلماء من تعريف القرآن الكريم حتى نفرق بينه وبين غيره من الكلام. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز، وهذا الإعجاز لا يوجد في غير القرآن الكريم. كلام الله، التوراة كلام الله، صحف إبراهيم كلام الله، الزبور كلام الله، الإنجيل كلام الله، لكنه ليس معجزا. فالقرآن كلام الله المعجز. ما معنى المعجز؟ بمعنى يبين عجز الناس عن الاتيان بمثله. الله عز وجل يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يعني إذا ما كنتوش مصدقين، مش منتقنين بأن القرآن جاء من عند الله، إذا اجتمعوا وألفوا شي كتاب بحال القرآن الكريم، أو لا غيش السورة، غيش السورة، ما خدمتوش القرآن كامل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، من آدم إلى آخر إنسان، ومن إبليس إلى آخر جني، لو اجتمعوا كلهم على أن يؤلفوا مثل القرآن لما استطاعوا.
طيب قال وما استطعتم ان تاتوا بمثل القران كله فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما استطعتم ان تاتوا بعشر سور فاتوا بسوره من مثله، سوره واحده. وما استطاعوا، اذن لابد ان تؤمنوا بان القران كلام الله، وان لم تؤمنوا بان القران كلام الله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة أخذها المؤلف وهو أستاذنا الدكتور أيمن سويد حفظه الله من قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. القرآن نزل بطريقة خاصة تسمى بالوحي، الله أعلم به. حتى الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي ما استطاعوا أن يصفوا بالتفصيل، حتى العصر عندما أراد أن يقرب لهم قال لهم يأتيني مثل صلصلة الجرس، جبريل يأتي صوت مثل صوت الجرس. والقرآن كله أو كان يوحى إليه في النوم، لكن القرآن ما كان يوحى إليه في النوم، القرآن كله أوحي إليه في اليقظة، فيق نزل عليه القرآن وهو مستيقظ. أما السنة منها ما كان مستيقظا ومنها ما كان في المنام صلى الله عليه وآله وسلم. إذا المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فرق آخر بين القرآن وبين الكتب السماوية السابقة. الكتب السماوية نزلت على غير نبينا محمد أصلا. التوراة التي هي صحف موسى نزلت على موسى عليه السلام، وصحف إبراهيم نزلت على إبراهيم، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود. أما القرآن هو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. المتعبد بتلاوته، هذا فرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي كلام الله لكنه لا يتعبد بتلاوته. ما معنى لا يتعبد بتلاوته؟ يتعبد بتلاوته أن له أجرا خاصا وعظيما في تلاوته. ليس الأجر العام الذي يأخذه المسلم عن كل ما على كل ما يفعل أو يترك لله عز وجل. الإنسان يأكل هذه عبادة أيضا، لكن هذه عبادة عامة، كل ما يفعله الإنسان أو يتركه لأجل الله عبادة، هذه عبادة خاصة، عبادة مخصوصة، مثل الحج ومثل الصلاة ومثل الصوم، عبادة مخصوصة وفيها أجر خاص وزائد وعظيم في تلاوة القرآن الكريم. هذا معنى المتعبد بتلاوته. الحديث القدسي في أجر عام، لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بالقرآن الكريم. وكلام الله حتى نفرق بين كلام الله وبين كلام النبي، كلام النبي هو حديث، لكن كلام الله هو القرآن الكريم أو الحديث القدسي. هذا فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. المكتوب بين الدفتين، يعني الدفتين يعني بين الجلدتين، بين المصحف مكتوب بين جلدتين، هذا معنى بين الدفتين. المنقول إلينا بالتواتر، الموصل إلينا متواتر كله، وسيأتي شرح التواتر. رواه عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير، بل رواه جيل عن جيل. القرآن الكريم لم يروي واحد عن واحد، وإنما جيل عن جيل. المتحدى بأقصر سورة منها، تحدي. التحدي هو الإعجاز. التحدي يقول لهم إذا الإعجاز يبين أنهم عاجزون، أنهم غير قادرين. التحدي يقول للمخالف أنت تعترض على أن القرآن كلام الله، تزعم أن القرآن كلام محمد، إذا ألف سورة تشبه القرآن الكريم. ما عليهم إلا أن يؤمنوا، إما أن تؤمنوا وإما أن تستعدوا للنار، لأنكم تعلمون أن القرآن كلام الله، تعلمون أن القرآن كلام الله، ولو زعمتم أنه من كلام محمد شأتوا بسورة من السور. هذا إذا سي لا ديفينيسيون دو كوران، سي لي بارول دالله سبحانه وتعالى، ميراكلوس. C'est un miracle, le Coran, ça veut dire celui qui est
qu'il dit le Coran vient de Mohammed, ça c'est les paroles d'Allah, on lui dit, pourquoi toi tu ne fais pas des sourates comme Mohammed. Et à l'époque du prophète Hassan, les Arabes étaient très forts au niveau de littéraire arabe, au niveau de la poésie, mais ils n'arrivent jamais à faire une sourate comme le Coran. Et ils ont fait des essais, ils ont essayé, mais c'est loin, c'est très loin du Coran. Monsieur Mekhtesat, il a essayé de dire quelques phrases comme le Coran, quelques sourates. Abdullah ibn Amr al-As كان مشركا في ذلك الوقت. فعندما سمع مثل هذا الكلام من مسيلمة الكذاب قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك تكذب. يؤكد ما قال تكذب. والله انك لتعلم اني اعلم انك تكذب. استمع عدة مؤكدات. Deuxième chose, le Coran a été révélé sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lecture du Coran, c'est une adoration spécifique. Elle n'est pas comme les adorations générales, quand on fait quelque chose pour Allah, on laisse pour Allah. Non, c'est une adoration spécifique, il y a beaucoup de récompenses. C'est comme quand on fait la prière, le pèlerinage, le jeûne, c'est comme ça la lecture. Du Coran, c'est une adoration importante pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le croyant doit lire le Coran chaque jour. Pas pendant la prière, mais pendant les cinq prières, et plus, il faut voir, il faut essayer de finir le Coran dans 30 jours ou 40 jours maximum. Chaque jour, tu es parti. Après chaque prière 5 pages, tu vas finir le Coran dans un mois. Al-Maktoub bayn ad-dafatayn, c'est le Coran, comment est-ce qu'il est dans le Mus'haf? Vous pouvez ramener un Mus'haf. Bah, c'est ça le Coran, il est entre les deux couvertures. Ad-dafatayn, c'est ça la définition du Coran. المنقول إلينا بالتواتر منقول إلينا بالتواتر اللي ترانسمي avec une chaîne de transmission très nombreuse, c'est ça le tawatur. المتحدى لأقصر سورة منه, c'est un défi pour celui qui dit le Coran n'est pas les paroles d'Allah, un défi de créer ou de dire une sourate comme le Coran. التواتر ما معنى التواتر؟ هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار. الخبر الذي يقوله عدد كبير من الناس اسمه التواتر. كاين شي واحد منكم مشى لباريس؟ كاين بارمي فو كي ني با بارتي افار؟ داكور. إيسكو تو كوا كو يا اون فيل كي سابيل باريس؟ بوكو تو كوا سا؟ باسكو سي التواتر. تواتر عدد كبير من الناس أخبروا عن باريس, ربما أغلقت مدينة أخرى. كاين شي واحد منكم مشى إلى طوكيو؟ حتى واحد. ولكن تؤمنون بمدينة اسمها طوكيو في اليابان, تسمعون بها من كثرة الأخبار والناس ذهبوا هناك ورجعوا, فتؤمنون بمدينة اسمها طوكيو. وهذا لماذا؟ هذا اعتمادا على التواتر, هذا خبر متواتر. ليس التواتر, عدد كبير من الناس ينقلون خبر من الاخبار, وهؤلاء الناس ثقات. لو اتفق عدد كبير من الكاذبين, عدد لفقوا خبرا كما شائعه من الشائعات, وانتشرت هذه الشائعه وبعد تبين ان هؤلاء كاذبون, هذا ليس توتر. التواتر ان يكون النقله ثقات صادقين, طبقه بعد طبقه, جيل بعد جيل, في كل الاجيال عدد كبير. عندما نحن نقول رواية حفص, ليس هؤلاء الذين نقل القران فقط,
أعداد هائلة من العلماء من القراء الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم. العلماء اختاروا أشهر القراء من أجل التيسير على الناس فقط، ولا يعني أن هؤلاء هم الذين نقلوا القرآن. أعداد يعني جيل كله ينقل القرآن. ولو أردنا أن نتوسع لتوسعنا، لو أردنا أن ننقل أن نذكر مئات من القراء لذكرناهم، لكن العلماء اقتصروا على 10 لشهرتهم ومن أجل حفظ ما نقل عنه والتيسير على الناس. لو بقي الأمر مفتوحا كل واحد يعني ينقل عنه لصعب ضبط الأمر، لا نعرف ما يصح وما لا يصح مما نقل. لكن العلماء اختاروا هؤلاء من أجل التيسير على الناس. فهناك من اختار 7 قراء، ومنهم من اختار 8 مثل ابن غلبون، ومنهم من اختار 10، ومنهم من اختار 14، ومنهم من اختار 50 قارئا. العلماء اختاروا أشهر القراء، واختاروا في كل بلد أشهر قارئ فيه، وكل أهل البلد يقرؤون بتلك القراءة، ليس هو وحده، كل أهل ذلك البلد يقرؤون بتلك القراءة، لكن فقط من باب التيسير وتضييق الدائرة، ولو أرادوا أن يوسعوها لوسعوها أكثر. فعندما نجد، لا يقول قائل أن هناك 13 فقط، أين التواتر؟ هؤلاء القراء لم يقولوا القرآن وحدهم، الذين العدد الذي نقل القرآن لا يعلمه إلا الله. لا يعلم عددهم الا الله. جيل كله ينقل القران عن جيل. هو النقل المستفيض بخبر من الاخبار طبقه بعد طبقه. من اول الاسناد الى اخره. من اول الاسناد اي من النبي صلى الله عليه وسلم او من عند الله عز وجل الى العبد الذي الى الواحد منا في زماننا، هذا اخر الاسناد، من اول الاسناد الى اخره. بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواه على الكذب، هذا هو الشرط، ان هؤلاء النقله لا يمكن ان يكذبوا، مستحيل، لعده اسباب. اول معروفون ان العلماء عندما اختاروا نقل القران لم يختاروا الا الثقات. الامر الثاني ان هؤلاء من بلاد مختلفه ونقلوا نصا واحدا وكلاما واحدا من بلاد شتى، ولا يمكن ان واحد يكذب في بلد وهذا الكذب ينتقل الى، في ذلك الزمان ما كان التواصل مثل الان، كانوا من بلدان مختلفه ومن جنسيات مختلفه، ومع ذلك نقلوا نصا واحدا وكلاما واحدا. اذا ماذا الاول؟ التواتر. لا ديفينيسيون دو تواتر سي دي شين دو ترانسميسيون تري اوثنتيك qui a transmis avec beaucoup de, avec un nombre important dans toutes les générations, de la chaîne de transmission jusque la fin. Et les gens qui ont transmis ça, c'est des pieux, des gens véridiques, qui ne peuvent pas mentir. Il y a des gens qui ont transmis quelque chose, des mensonges, on n'appelle pas ça tawatur. كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقين. الطريقة الأولى مكتوبة واسمها التدوين مدونة، هذه الطريقة الأولى. هذا ليس قرآن، هذا كتاب. هذا مكتوب. عندما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب، هذا قرآن قرأته، أما هذا كتاب مكتوب. ذلك الكتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا الكتاب مشتق من كتب، فعل بمعنى مفعول، مثل إله بمعنى مألوه، كتاب بمعنى مكتوب، فهو مكتوب. منطوق هو القرآن، النقل الصوتي، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن. فالله يتحدث عن الكتاب ويتحدث عن المقروء، عن القرآن الذي يقرأ. قرآن مشتق من قرأ، كتاب من كتب، إذن هذا كتاب، هذا يسمى المصحف. لا تقول لأحد أعطني القرآن، أعطني المصحف، هذا المصحف. القرآن ما تقرأه، عندما تقرأه فهو قرآن.
إذن القرآن نقل بالكتابة ووصل إلينا مكتوبا ووصل إلينا منطوقا كذلك. الكتاب وحده لا يكفي، الكتاب وحده لا يكفي. لو كان الكتاب كافيا لما أرسل الله رسوله، لأنزل كتابا من السماء والناس يقرؤونه ويؤمنون به ويعملون بما فيه. لكن الله عز وجل أرسل مع الكتاب رسولا، فلا بد أن هذا الكتاب أن يقرأ، أن يسمع مقروءا، لا بد أن يكون مكتوبا ولا بد أن يكون مقروءا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. إذن هذا عمل النبي، أول عمل ذكره الله عز وجل هو التلاوة، يقرأ القرآن على الناس. وينبغي أن نقرأ القرآن على الناس، على الناس ليس على المسلمين فقط. كثير من المسلمين يقولون نحن نقرأ فقط على المسلمين لأن غير المسلمين لا يؤمنون به. لا، نحن نقرأ عليهم القرآن حتى يؤمنوا. هل كان الناس يقرأ على المسلمين فقط؟ كان يقرأ على جميع الناس كما ثبت في سيرته وسنته خاصة. وعن الوليد بن المغيرة عندما توقف يتنازل عن الدين قال له هل تسمع؟ فاستمع وقرأ عليه بداية سورة فصلت، حتى ذكر مع المستقرار الأرض ذكر العقوبة عن آدم على عاد قوم هود، قال له حسبك، يعني أوقفه عن القراءة وتأثر بما سمع وكان مترددا في الدخول في الإسلام وعدم الدخول فيه وأثر عليه أصحابه. إذا كان يقرأ القرآن على كل الناس، هذا القرآن يتلى. فلذلك الواحد فينا يفتح المصحف يقرأ وحده، كيف أنا أعرف أول ما أفتح أجد بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف تقرأ هذه؟ ألم أن تقرأ ألف لام من؟ كيف أعرف؟ لا أستطيع أن أعرف في سورة البقرة، لا أعرف إذا لم أسمعها من شيخ متقن صاحب إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعلم أنها تقرأ ألف لام من؟ والكلمة نفسها في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل؟ ألم ترى تقرأ الحروف، هنا لا تقرأ الحروف، تقرأ أسماء الحروف، فنقول ألف نقرأ اسم الحرف ولا نقول ألم. ألم هذه الحروف، ألف لام ميم نقرأ أسماء الحروف، نقرأ أسماء الحروف. كما تقول فيميل F U M E L هكذا تنطق، يعني لا تنطق فيميل، هذه حروف F U M E L ما اسمها تسمى بأسماء الحروف، فهنا نقرأ أسماء الحروف. وفي سورة أخرى نقرأ الحروف نفسها، فكيف نعرف؟ لابد من قارئ يقرأ علينا ما في هذا الكتاب. إذا هذا القارئ ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة، بأن يقرأ القرآن على الناس يتلو عليهم آياته، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وذكر الله عز وجل هذا المعنى هذا في أربع آيات من كتابه. وقد وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين، وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين أو السابقين، الطريق اللي ذكره المؤنث متواترة هكذا وصل إليه. Il y a deux moyens de transmission du Coran. Le premier moyen, c'est l'écriture, le kitab, le livre, c'est écrit. Et le deuxième moyen, c'est la prononciation, la lecture. Et le kitab, c'est le livre. Le Coran, c'est le comment on appelle ça, le ism maf'oul min récité. Non, récitation, Adam, c'est ça. Récitation. Le récit et les récits. Réciter. Je ne sais pas si vous avez. Récitateur, celui qui récite. Al-Makro. Al-Makro. Réciter. Ouais. Le récit, les paroles récitées. Psalmodie. Oui, c'est ça. Réciter, psalmodie.
Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est l'écriture. Le Coran Karim, il est vrai qu'il y a un peu de temps. La première étape, c'était comme ça. Il n'y avait ni les points, ni les accents, ni les hamza. Regardez, est-ce que vous pouvez lire cette partie-là? Celui qui va la lire, je vais lui donner 2 euros. 2. والله رب العالمين. هذه الهاء في قوله تعالى بأمره في سورة الروم بأمره. ثم هذه الثاوية من ثم إذا الألف والزاي والألف دعاكم شفتم؟ بل هنا عاكم دع دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات تي متزلة تحت أو في صفحة أخرى هكذا C'est le Rome. Ça m'a pris beaucoup de temps pour lire ça. Pourtant que je connais cette surat et je connais ce verset. إذن المرحلة الأولى مراحل تدوين القرآن الكريم première étape كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر جبريل حاضر بمعنى أنه يكتب ينزل عليه جبريل ثم يأمر من حضر من أصحابه ويكتب من حضر من أصحابه وأشهر الكتبة زيد بن ثابت رضي الله عنهم وكان غيره أيضا يكتب لكن زيدا كان أشهره لكن أشوف الكتابة هذا الجلد ديال الغزال جلد الغزال وهذه عظام هذه أحجار رقيقة كانوا يكتبون على الوسائل في ذلك الخشب أحيانا جريد النخل الوسائل المتاحة في ذلك الزمن ما كان عندهم الورق هكذا يكتبون على الورق أو على الحاسوب أو على الوسائل الحديثة الأجهزة الحديثة الهواتف الذكية ما كان في هواتف لا ذكية ولا غبية La première étape, c'est à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, dès la révélation. Quand il y a la révélation, il appelle ses compagnons pour écrire les versets révélés ou la sourate révélée. La première étape, c'est l'écriture du Coran a commencé dès la révélation. N'a pas commencé à l'époque de Abu Bakr, mais à l'époque de l'écriture a commencé à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était présent. ما هو الدليل؟ انظروا. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت اكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يملي علي من الاملاء. الاملاء كلمه قديمه يملي. يقال يملي ويقال يمل. فليملي الذي عليه الحق بمعنى فليملي من الاملاء، فليملي الذي عليه الحق. وهو يملي عليك إذا فرغت قال اقرأ فأقرأه فإن كان فيه سقط أقام إن كان فيه خطأ نقص إذا كان زيادة أو نقص خطأ خلل يصححه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينشره بين الناس ثم أخرج به إلى يخبر الناس بأن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال الله عز وجل ويقرأ عليهم ما أوحي إليه كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة في تبليغ القرآن الكريم كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني بسند رجاله موثق سند صحيح إذا la preuve que Zayd a dit dans un hadith authentique que c'est un écrivain du prophète صلى الله عليه وسلم quand il y a dès la révélation le prophète l'appelle et lui récite les versets et lui fait le dicté pour les versets révélés après lui dit lis
Il corrige. Et après la correction, il lui dit, maintenant tu peux propager ça entre les gens. Première étape, c'est aller à l'époque du prophète, l'écriture. Deuxième étape, c'était à l'époque de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. تفريغ الكتاب السابق في صحف هذه الصحف تسمى بالصحف الصديقية زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذن le Coran a été il n'était pas propagé entre les compagnons à la mort du prophète il n'y avait pas le Coran regroupé il n'y avait pas un seul endroit un seul dossier qui regroupe tout le Coran il était propagé sur les compagnons. طبعا هذا العمل له سبب له داعي من الدواعي وهو أن كثير من 70 من القراء استشهدوا في حروب الريتا عدد كبير في معركة اليمامة مات عدد كبير من القراء فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البكر قال له اجمع القرآن يعني تتبع القرآن المكتوب واجمعه في صحف قبل أن يضيع الموت القراء إذا مات الكفار فهنا يخشى على ضياع القرآن فماذا قال؟ قال اجمع فقال له كيف أفعل شيء إذا فعله رسول الله؟ يعني بعبارة أخرى هذه بدعة أنا الرسول لم يجمع القرآن لماذا أنا أجمعه؟ فقال له عمر والله هو خير بعبارة بعض الأصوليين بدعة حسنة أمر فيه خير في حفظ الدين حفظ القرآن فاقتنع أبو بكر بكلام عمر ثم دعا زيد بن ثابت فقال له أنت شاب كنت تكتب لا يتهمك في دينك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه فقال لهما كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد نفسه يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن في شيء لم يكن مجتمعا في مكان واحد كان مفرغا فألح عليه قال فلما رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر وعمر علمت أنه خير أنه حق فتتبع فقال فوالله لو كلفاني بنقل جبل من مكان إلى آخر لكان أهون علي مما كلفاني به يعني أمان مسؤولية عظيمة أن يتبع يجمع كل القطع المتفرقة بين الصحابة وكان لا يجمع قطع إلا إذا شهد له شهيدا لابد من شهيدين يشهدان على أن هذا أن هذه القطعة كتبت في حضور النبي يعني ممكن لصحابي أن ينقل من صحابي آخر لا لازم يعني لابد أن يكون صاحب القطعة قد كتب هذه القطعة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت منها أنها صحيحة لأن ممكن صحابي أن ينقل من صحابي آخر ويخطئ في النقل إذن هذه المرحلة الثانية في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجمع أبو بكر الصديق القرآن كاملا من القطع التي جمعها زيد بن ثابت أعاد زيد بن ثابت كتابة القرآن الكريم بناء على القطع المتفرقة وجعل هناك صحفا في مكان واحد يسمى بالصحف الصديقية المرحلة الثالثة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان هناك الصحف الصديقية بقيت عند أبي بكر الصديق حتى مات ثم انتقلت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مات ثم انتقلت إلى أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها وهنا بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري قال عثمان أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نردها إليك يلا ننسخها ثم نردها إليك لماذا عثمان فعل هذا الفعل؟ لأن المسلمين بدأوا يختلفون في قراءة القرآن واحد كان أحدهم على سبيل المثال في غزوة أرمينيا وأذربيجان يقول وأتم الحج والعمرة للبيت ويقول الثاني لا وأتم الحج والعمرة لله وصار خلاف بين المسلمين كل واحد يقول قراءتي أصح الآخر يقول لا قراءتي أصح فجمع الناس على
مصاحف تسمى المصاحف العثمانية. فدعا زيد بن ثابت وثلاثة من المهاجرين كانوا يكتبون لجنة، وأمرهم بإعادة كتابة هذه الصحف، صحف صديقية كما في صحيح البخاري، ننسخها ثم نردها. فنسخوا عدة مصاحف وأرسلوها إلى البلاد. إذن la deuxième étape, je ne sais pas si tu as traduit à l'époque de Abu Bakr Siddiq, il a regroupé toutes les parties écrites du Coran, il a regroupé dans un seul dossier. On appelle ça As-Suhuf As-Siddiqiyya. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait dans la guerre des apostats, il y avait beaucoup de morts, beaucoup de martyrs parmi les kuffars du Coran. Et Omar lui a dit, on doit regrouper le Coran. Il lui a dit, pourquoi on va faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Il lui a dit, c'est important, c'est quelque chose de bien. Ben, il était convaincu, il a appelé Zayd ibn Thabit radhiyallahu anhu. La même chose, la même histoire. Comment on pouvait faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? On lui a dit, non, mais c'est un bien, c'est pour protéger le Coran. Après, là, il a ramassé toutes les parties écrites devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec deux témoins. Et après la mort de Abu Bakr Siddiq, ce mushaf a resté chez Omar, après Omar chez sa fille Hafsa, la mère des croyants et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Uthman radhiyallahu anhu, il y avait une grande divergence dans la lecture du Coran. Et qu'est-ce qu'il a fait à Othman? Il a fait plusieurs copies à partir de Mus'haf de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pour dire aux musulmans qu'ils n'ont pas le droit de lire en dehors ces masahir qui sont certifiés. أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مسلم من أمصار المسلمين مع قارئ واحد يقرأ الناس. انظر الآن مصحف خفيف، هذا يعتبر ثقيلا. المصحف الآن يعني يؤخذ في الهاتف. قبل المصحف رأيته كيف المصحف يحتاج إلى حمل بعير يزن تقريبا 80 كيلو جرام. مصحف دابة باش تهز الجمال ولا البغال ولا حتى الحمار بزاف عليه. فأرسل سبعة مصاحف إلى كتب سبعة مصاحف وأرسلها إلى أبصار المسلمين، يعني إلى البلاد الكبرى، إلى عواصم المسلمين. أرسل مصحفا إلى البحرين وآخر إلى مكة وإلى اليمن وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام وإلى المدينة المنورة، إلى المدينة المنورة. الآن القراءة العشر التي وصلتنا هي تعود إلى خمسة مصاحف من هذه المصاحف السبعة. قراءة نافع بن عبد الرحمن المدني، مصحف المدني، المدينة المنورة. قراءة عبد الله بن كثير المكي، مصحف مكة. قراءة أبي عامر البصري ويعقوب الحضرمي، مصحف البصري. قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخالد البزار، قراءة المصحف الكوفي، وقراءة ابن عامر المصحف الدمشقي. القراءة العشر كلها تعود إلى خمسة مصاحف من هذه المصاحف التي أرسلها عثمان. إذن قال أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر من أنصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس، قارئ مع المصحف حتى لا يخطئ الناس في قراءة القرآن، وخاصة في ذلك الزمان ما كان هناك نقط ولا شكل ولا همزات. فهل تقرأ تعملون يعملون، هل تقرأ كيف تقرأها؟ فكان يرسل معهم مع المصحف قارئا يقرأ الناس بما في ذلك المصحف. فلذلك اشترط العلماء في قبول القراءة أن توافق مصحفا من هذه المصاحف العثمانية، هذا شرط مهم في قبول القراءة. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران. فهذه ثلاثه الاركان، لان القراءه تقبل بثلاثه شروط،
أن يوافق وجها من أوجه المحن، وجها من أوجه اللغة، فصيحا أو أفصح، وأن يكون موافق للرسم العثماني، كتابة البعثة الأولى في المصحف، وأن يكون كذلك متواترا أو مشهورا عند الجزري. لا يشترط التواتر في كل وجه من الأوجه، واشترط فقط صحة الإسناد مع الشهرة. قال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال أن يحوي وصح إسناد هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. هذا التواتر عند اشتراط الجمهور العلماء، اشتراط التواتر في قبول رواية أو قراءة. أما القرآن فهو متواتر، قرآن نص القرآن. الروايات ليست متواترة في كل كلمة من كلماتها في الأغلب، لكن هناك بعض الكلمات ينفرد بها راوي واحد فقط، ينفرد بها راوي واحد من الرواة، ويقبل هذا الوجه لشهرته. نعم. إذن لو voyez cette مصاحف dans les grandes villes musulmanes, cette مصاحف et les lectures d'aujourd'hui qu'on sont transmises avec cette transmission متواترة revient vers 5 parmi les 7 مصاحف. Et là, vous voyez un مصحف avec un lecteur pour montrer aux gens comment on peut lire. Comment on peut lire ce qu'il y a dans ce مصحف. المرحلة الرابعة كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. Les musulmans ont recopié plusieurs copies. À partir de les 7 مصاحف envoyées. المرحلة الأخيرة هي ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، وهو علم رسم المصاحف. رسم أي كتابة المصاحف. فيقولون مثلا الرحمن تكتب بدون ألف، تكتب الرحمن وتقرأ الرحمن، تسمى الألف المحذوفة، أي محذوفة في الأصل. الكتابة الأولى تكتب ألف لام راء حاء ميم نون فقط، والألف بين الميم والنون هذه تقرأ ولكن لا تكتب، تكتب الرحمن وتقرأ الرحمن. ذلك الكتاب تكتب الكتاب وتقرأ الكتاب. هذه علماء أفردوا هذه الكلمات التي خاصة بالقرآن بكتب سموها بعلم رسم المصاحف، من أجل ماذا؟ حتى يكون العلم محفوظا، حتى لو ضاعت النسخ يمكن للعلماء أن يعيدوا كتابة القرآن من جديد كما كتب أول مرة. النقل الصوتي لا نصل فيه كثيرا، إذن كما وصل إلينا مكتوبا بمصاحف كثيرة، في كل بيت مسلم تجد عدة مصاحف، وهذه المصاحف مأخوذة من المصاحف العثمانية، مأخوذة من مصاحف وهكذا منقول. وهناك الطريقة الثانية هي القراءة، النقل الصوتي للقرآن الكريم. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. إذن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما تعلمه كما نتعلمه نحن. كان ينزل عليه الوحي الصحابة معه وليتهم شيء، فكان ينزل على قلبه مباشرة ويحفظه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأه، قبل أن يحقق أن يحرك به شفتيه، كان يقرأ من أول مرة وهو حافظ القرآن، ما يحتاج يقرأ ويكرر له. وكان في أول الأمر كان عندما يسمع جبريل يقرأ عليه يعيد بعد وحتى لا ينسى، يخاف من النسيان. فالرسول قال له سنقرئك فلا تنسى، لا يعني هذا نفي. وقال له أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تستعجل في القراءة حتى خوفا من النسيان. إن علينا جمعه، الأول ما جمع القرآن هو الله عز وجل، جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه، بمعنى اسمع جبريل عندما يقرأ ولا تقرأ معه.
إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، الله يبينه عن طريق آيات أخرى أو عن طريق سنته صلى الله عليه وسلم. فكان يحفظه قبل ما يقرأك يحفظه، الله يحفظه قبله من أول مرة يسمعه يجعله في قلبه فيقرأه ولا ينساه صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله من أن ينساه. إذن سي لا بروميير إيتاب لا ريفيلاسيون دو سيغ بروفيت صلى الله عليه وسلم. Et pour ça, il m'a appris le Coran directement, il était dans son cœur. Il a appris le Coran avant de le lire. Et quand il commence à lire, il lit correctement. المرحلة الثانية تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوا أمامه حتى أقرهم عليه. إذن الصحابة تعلموا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم كما نتعلمه اليوم نحن شيوخنا. يقرأ الشيخ طالب يسمع ثم طالب يعيد الشيخ يسمع على اسم المشافهة. فهكذا نتعلم. واحد يقرأ يقول الإنسان، قل له الإنسان 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 خلق 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 هكذا نسمع. وهم كانوا في الصحابة كان نقول سليما، فكانوا يزيدون الخصائص القرآنية مثل التغني بالقرآن، إطالة الغنى، المدود، يعني الأشياء الخاصة بالنغمة القرآنية. أما الحروف فكانوا ينطقونها سليمة عندهم، كانوا يقلقلون ويدغمون وكانوا ويخفون، هذا كله كان موجودا في كلامهم. وبعد الصحابة من يأتي؟ نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بطريقة نفسها كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نقلوا إلى التابعين، وكانوا دقيقين منتهى الدقة في النقل، وهكذا حتى وصل إلينا بإسناد متصل. ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ في الكوفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له ما هكذا أقرأني يا رسول الله؟ فقال وكيف أقرأكها يا ابن أم عبد، هذه كنيته، فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومد كلمة الفقراء مع أن المعنى لا يتغير، ولكن مع ذلك كان حريصا أن ينقل ما سمعه من النبي المباشر. إذن troisième étape les Sahaba les compagnons on transmet avec la même manière pour les générations d'après, jusque pour le Coran est venu comme ça, avec des chaînes de transmission orale, de la bouche à l'oreille, de l'oreille à la bouche, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Namoudaj, les hadith al-naql sawti, exemple de transmission avec transmission orale du Coran, c'est le shuyur de Dr. Ayman, c'est shuyur. Il a, avec 5, il a récité les 10 lectures sur 5 sur parmi les 6. Et un cheikh, il lui a récité que le White House, Cheikh Mohamed Zoukar. Le reste, c'est les 10 lectures. Shuyukh illadina qaratu alayhim al-Qur'an al-Azim. Ahadu l'asanid al-muntasirati al-Qur'an al-Karim de White House en Asim al-Bakr Shabbadeh. C'est la riwayat Hafs qui est la plus répandue. Cheikh a toutes les riwayats, alhamdoulilah. C'est l'exemple de riwayat Hafs. Cheikh Dr. Ayman Souayt, Habibahullah. Son cheikh, c'est Cheikh Abdelaziz Ayoun Soud. C'est quoi ce chiffre? 28. Notre cher Dr. Ayman Souayt, le prophète, il y a 28 personnes, 28 chefs dans la chaîne d'œuvre. Lui, le 29e, dans le White House, selon la transmission de Chartres. Il y a une autre chaîne de transmission qui ne passe pas par les mains de Chartres. Dans le Nashar, c'est 27, entre le chef et le prophète, 27 chefs.
وهو على الشيخ قرأ على الشيخ محمد سليم الرفاعي الحلواني، وهو قرأ على أحمد بن محمد الرفاعي الحلواني، وهو على أحمد بن رمضان المرزوقي، وهو على إبراهيم بن بدر بن أحمد العبيدي، وهو على عبد الرحمن بن حسن الأجوري، وهو على أحمد بن رجب البقري، وهو على محمد بن قاسم البقري، وهو على عبد الرحمن بن شحادة اليمني، وهو على علي بن محمد بن غانم المقدسي اليمن جزء بيت المقدس القدس، وهو على محمد بن إبراهيم السنديسي، وهو على أحمد بن أسد الأميوطي، وهو على محمد بن محمد بن محمد الجزري الإمام ابن الجزري اللي يتقيكم دون لا سيونس دو ديليكتور سي كوم الإمام البخاري دون الحديث ابن الجزري دون ديليكتور ديليكتور دي كون سي كوم الحديث الإمام البخاري دون الحديث Toutes les chaînes de transmission dans les délectures passent par l'imam Ibn Jazari. Il a transmis beaucoup de livres de délectures. Il a lu ce qu'il y a dans les livres avec des chaînes de transmission jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai essayé de compter ces chiyur qui sont cités dans le livre le Nashr, 37 chiyur. Dans la lecture du Coran avec plusieurs riwayats, plusieurs manières qui passent par les lecteurs. وهو على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي وهو على محمد بن أحمد الصائغ وهو على علي بن شجاع العباسي وهو على القاسم بن فر الشاطبي الشاطبي سي نتخوزا الإمام الشاطبي دون الأندلسي في مدينة تسمى خاطبة الآن تسمى خاطبة قريبة من مدينة فالنسيا يسمونها هم ينطقونها بالثاء قريبة من هذه المدينة فالنسيا شاطبة قريب من عندكم سيتي الأندلسي جوست أكوتي الحمد لله سيتي شاني روبنيو أون فرانس أون أوروب وهو على الإمام الشاطبي إلى إخوان ليبر كي سات ليكتور avec des bois avec c'est une poésie très 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 belle poésie pour résumer les sept lectures et dans les sept lectures il y a le hafs an asim و il y a le kosh an nafi وهو على علي بن محمد بن وذيب وهو على أبي داود سليمان بن نجاح وهو على أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني كذلك من الأندلس علماء الأندلس إمام أبو عمرو الداني كان إماما عظيما هو الذي كتب كثير من القراءات تيسير في ثلاث سنوات ثم جاء بعده الإمام الشاطبي ولخص التيسير في أبيات شعرية جميلة أما التأليف الأصلي هو الإمام الداني وهو على طاهر بن عبد المنعم بن غلبون وهو على علي بن محمد الهاشمي وهو على أحمد بن سهل العثماني وهو على عبيد بن الصباح النشاري تعرف شكون هذا عبيد بن الصباح النشاري هذا تلميذ ديال الإمام حفص تلميذ ديال الإمام حفص قرا على حفص مباشرة هذا الروايات ديال حفص وهو قرأ على من شكون الشيخ ديالو حفص الإمام حفص بن سليمان البزاز اسمه الكامل حفص بن سليمان البزاز توفي سنة 180 هجرية أو 80 و100 حفص قرأ على من؟ رواية حفص عن عاصم قرأ على الإمام عاصم بن أبي النجود إمام أهل الكوفة القراءات وهو على عبد الله بن حبيب السلمي حضرت عليه البارح تابع كان أقرأ التابع ما يمكنش الوقت أكثر قريشا وهو قرأ على زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابي الجليل كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب الوحي إذا قارئ وكاتب قارئ القرآن روى القرآن منطوقا ورواه مكتوبا رضي الله عنه وهو أخذ القرآن ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أخذه من جبريل عليه السلام وجبريل أخذه من رب العزة تبارك وتعالى ثم
ثم أورثنا الكتاب الذين استطعنا من عبادنا. كان الشيخ عبد العزيز بن يوسف شيخه الذي ذكره في الإسناد عندما يذكر هذا الإسناد يقول: هذا أعز سند في الدنيا رتبته باتفاق العليا. إن هي قريب من العصمة، إسناد مرتفع العليا بالاتفاق. لمثله يرحل شاما ويمن، حتى تحصل على الإسناد لابد أن تسافر إلى الشام واليمن. وقد أتانا سائغا بلا ثمن، أي سهلا بدون تعب. نحن جاءنا هذا الإسناد بفضل عز وجل إلى مدينة شات الشيمان. ونختم إن شاء الله هذه المحاضرة. قبل أن نختم أدعوكم، ممكن تغلب موتوماتيك فالونتان، تغلب موتوماتيك شو مدوني الفورمولير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نخلي شوية الأسئلة ولا نرى وقت العشاء دخل. Une, deux petites questions sur le sujet. Si vous avez des questions, c'est Cheikh Al-Sarraq sur le sujet, je vais répondre à ça. لقد احنا جينا الحمد لله كان جينا البارح وزرنا عدة مساجد في المنطقة بهدف المساعدة المعهد الأوروبي لتمويل المعهد، يعني مصاريف المعهد كثيرة جدا، المصاريف الشهرية تقريبا 100,000 أورو، 100,000 أورو مونسيوال، سي سا البودجي مونسيوال. Les étudiants payent une grande partie, mais il nous reste toujours, chaque année, on a des déficits pour compléter qu'il nous reste. Les étudiants payent dans l'année 3 500 euros, mais ça nous coûte à peu près 6 000 euros. On fait des activités parascolaires, des études à distance, pendant les séminaires, pour les vacances, on fait des séminaires, mais on n'arrive pas à tout. On a des déficits selon des années. Et cette année, on a 30 étudiants, moins que l'année dernière. Alhamdulillah, cet institut, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'il travaille au service de la communauté pour former les imams, les cadres religieux. Alhamdulillah, maintenant, cet institut est très connu, premier institut en Europe. Il a gagné le premier prix pour le Coran, pour l'enseignement du Coran dans l'année 2012. De la part de l'assistance internationale du Saint-Coran, c'est un devoir collectif. On a besoin tous de travailler pour continuer. Nous avons beaucoup de mosquées, beaucoup de centres islamiques. On a besoin des cadres religieux, des imams, des enseignants pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. C'est pour ça qu'on demande l'aide, on travaille ensemble, Inch'Allah. On ne demande pas une grande chose, quelque chose qui est très facile, et ça va nous aider beaucoup, c'est 10 euros par mois. Tu peux faire plus, mais au moins 10 euros par mois, il y a un formulaire à remplir. C'est comme on paye des taxes pour les intérêts généraux, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les voies publiques, on paye des taxes. On a besoin de payer des taxes pour protéger notre religion. Si on ne va pas enseigner le Coran, la Sunna, la Sharia avec une compréhension authentique, on ne peut pas protéger notre religion. Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont beaucoup d'ignorance pour leur religion. On doit transmettre ce message, cette miséricorde, cette lumière. Inch'Allah, je demande ça, si vous pouvez, Inch'Allah. On est arrivé, on a dépassé 300 personnes, ça nous donne 3 000 euros, mais notre but est d'arriver à 10 000. 10 000 en Europe, les musulmans en Europe sont beaucoup nombreux que 10 000. Si on arrive à 10 000, on peut accepter les étudiants gratuitement, ils vont nourrir, loger, ils vont étudier. C'est pas facile, même pour les étudiants, ils peuvent venir un an, deux ans, mais un débutant, il a besoin de faire deux ans pour étudier l'arabe, après il a besoin
de 3 ans pour finir le Coran, il a besoin de 3 ans pour Sharia. C'est un parcours qui est très long. C'est pour ça qu'on a besoin de nous aider, Inch'Allah, pour continuer notre travail. Wa jazakumullahu kulla khair. Et vous allez trouver, Inch'Allah, le formulaire pour lui donner directement à le président Abdelkarim. Wa jazakumullahu kulla khair. On va terminer, Inch'Allah, cette conférence. Il y a deux étudiants qui sont dans votre centre, dans la mosquée, qui ont fini, alhamdulillah, 15 siècles, hein, un quart du Coran. C'est un grand travail réalisé. C'est le 15 siècles, Inch'Allah, ils vont terminer le reste bientôt. Ils ont l'habitude d'apprendre, de réviser. La difficulté, c'est au début. Quand on a dépassé 5 hizb, 10 hizb, 15 hizb, le chemin est clair. Alors on peut, si on a fait 15 hizb en 3 ans, on peut faire le reste en 1 an, en 2 ans. Inch'Allah. Bah, jazakumullah khair, hein, et on va les appeler pour lire. Inch'Allah. ومن يسحت الناس ما شاء الله سيز حزب ما شاء الله الله يتقبل جهود ويبارك الشيخ عبد الصمد في كل العاملين في هذا المسجد في كل الجماعة إن شاء الله. Thank you.